بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 181. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عما يجب بقتل العمد، بعد أن تحدثنا فيما سبق عما يجب بالقتل الخطأ وشبه العمد. فقد أجمع المسلمون على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توفرت شروطه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهذا في شريعة التوراة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية. وهذا نوع من البلاغة بليغ، وجنس من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم. وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولي الألباب، لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب ويتحامون ما فيه الضرر الآجل. وأما من كان مصابا بالحمق والطيش والخفة فإنه لا ينظر عند ثورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبه، ولا يفكر في أمر مستقبل، كما قال بعض فتاكهم: سأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا. ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: لعلكم تتقون، أي تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص، فيكون ذلك سببا للتقوى. انتهى. وجاءت السنة النبوية بأن ولي القصاص يخير بين استيفائه وبين العفو إلى أخذ الدية أو العفو مجانا، وهو أفضل. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. رواه الجماعة إلا الترمذي. وقال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على أن الولي يخير بين القصاص والدية، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وعفوه مجانا أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. ولحديث أبي هريرة: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. رواه أحمد ومسلم والترمذي. فالعفو عن القصاص أفضل ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة. فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العفو لا يصلح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. وذكر القاضي وجها أن قاتل الأئمة يقتل حدا لأن فساده عام. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله على قصة العرنيين أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة، وهو مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ وأفتى به رحمه الله. انتهى. ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربعة: أحدها عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء ومهدر الدم غير محقون الدم. فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته
أو قتل زانيا محصنا لم يضمنه بقصاص ولا دية لكنه يعزر لافتياته على الحاكم. الشرط الثاني أن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة لا يجوز إيقاعها على الصغير والمجنون لعدم وجود القصد منهما، أو لأنه ليس لهما مقصود صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه. الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يكون القاتل أفضل من المقتول بإسلام أو حرية، فلا يقتل مسلم بكافر لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود، ولا يقتل حر بعبد كما رواه أحمد عن علي رضي الله عنه: من السنة ألا يقتل حر بعبد، ولأن المجني عليه إذا لم يكن مساويا للقاتل فيما ذكر كان أخذه به أخذا لأكثر من الحق، ولا يؤثر التفاضل بين الجاني والمجني عليه في غير ما ذكر، ويقتل الجميل بالدميم والشريف بضده والكبير بالصغير، ويقتل الذكر بالأنثى والصحيح بالمجنون والمعتوه، لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى: الحر بالحر. الشرط الرابع عدم الولادة بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سهل، ولا لبنته وإن سهلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سهل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، انتهى. وبهذا الحديث ونحوه تخص العمومات الواردة بوجوب القصاص، وهو قول جمهور أهل العلم. ويقتل الولد بكل من الأبوين، لعموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وإنما خص منه الوالد إذا قتل ولده بالدليل. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة استحق أولياء القتيل القصاص. وتشريع القصاص فيه رحمة بالناس وحفظ لدمائهم، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، فتبا لقوم يقولون إن القصاص وحشية وقسوة، وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشية الجاني حين إقدامه على قتل البريء، وإقدامه على بث الرعب في البلد، وإقدامه على ترميل النساء وتيتيم الأطفال وهدم البيوت. هؤلاء يرحمون المجرم ولا يرحمون البريء، فتبا لعقولهم وقبحا لتصورهم. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن لا يجوز استيفاء القصاص إلا بتوفر شروط سيأتي بيانها إن شاء الله في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.